سنه وانتم طيبين. خلونا نبدا مع ايه وايه. قولي لي احنا في الاول ازاي نحمسهم ان هم يصوموا ويصلوا ونعلمهم عادات حلوه كويسه، واحنا كمان بنكافئهم على ان هم عملوا حاجه حلوه. كل سنه وانتم طيبه طبعا الاول. بصي، هو رمضان خبره مباشره كبيره جدا للاطفال ان احنا نعودهم على يعني على الصوم والصلاه والزكاه، لان في رمضان بتكون العبادات يعني واضحه ظاهره قوي، صلاه التراويح، صلاه الفجر، كلنا بننزل نصلي الفجر مع بعض، فبنستغل الخبره المباشره دي بان احنا خلاص نخلي رمضان ده مش بس العباده في شهر رمضان، نخليها عاده دايما ان احنا دايما بنصوم وبنصوم مثلا اثنين وخميس، نزكي طبعا الصلاه، نذكر الله طبعا بالسبحه اللي احنا عاملينها دي، نعلم بيها الاطفال ذكر الله دايما في ايديهم، الوانها حلوه مبهجه، يحب ان هم يمسكوها يذكروا الله سبحان الله الحمد لله وهم قاعدين طول الوقت، ده يحفظهم وده طبعا يعني ربنا يظلهم تحت ظله. يعني انت بتعلميهم كده طول الوقت؟ اه طبعا، اهم حاجه في رمضان. اه بالظبط. طيب انت قلتي لي هتحكي لي دي الاول. بصي، هي الفكره ان هي بيكون دي جيب، كل جيب بال 30 يوم بتاع رمضان. اول يوم انا ممكن الصبح جدا احط الابن هنا حديث مثلا، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، اخر اليوم يكون هو حافظه. ان في اطفال كتير جدا بيكون في فروق فرديه ما بين الاطفال، ممكن مثلا انت تشرحي اول مره كل الاطفال تفهمك، ممكن تشرحي تاني برضو مش كلهم هيفهموك، لازم في فروق فرديه، واحد هيفهمك من اول مره التاني برضو مش هيفهم، لازم تعيدي مره واتنين، لاما في الاخر خالص بنوصل مثلا مامته تقول لا ده مش فاهم، ده ما بيفهمش اصلا، مش عايزين نقول المصطلح ده، لا في حاجه جديده ان احنا بنعلم الطفل كل حاجه في الدنيا عن طريق التعلم، اللعب والتعلم. هو ده بقى، ده اسهل طريقه ان المعلومه تدخل. بتحفزيه، بتعلميه سلوك كويس، الوان مبهجه، شايف ان انت بتلعبي مش بتضغطي عليه. حلو قوي. طيب دي بدايه بقى علشان نبتدي رمضان ايه صح مع اولادنا ونحمسهم ان هم يصوموا. زينه رمضان، انا عايزاكي بقى تقولي لي في الاول ايه الادوات اللي المفروض كل ام او اي حد بيتابعنا دلوقتي ينزل يشتريها. طبعا عندنا عند اي محل خردوات شريط الستان، اهو الشريط البلابل ده الملون ده، اوكي، ده بيتباع في كل حته وبيكون سعره على فكره كويس جدا، يعني بالنسبه للحاجات الجاهزه الزينه غاليه، الزينه الجاهزه اسعارها دلوقتي غاليه جدا ومش مستاهله والله الاسعار اللي بتتباع بيها دي، حرام. احنا لو عملناها بايدينا هتكون اوفر بكتير، اوفر وحلوه، فيها روح، فيها روح اكتر، فرحانين بيها لانها معموله الشرايط الملونه دي. اه تمام. وعندنا طبعا القماش اهو، دي بقى ان احنا ايه اللي مش بيعرف طبعا يرسم، طبعا في مسدس شمع والمقص، ده طبيعي. اوكي، طبعا الامهات تستخدم مسدس الشمع والمقص، خلي بالنا الاطفال ما طبعا اللي مش بيعرف مثلا يرسم، انت اللي قصه بقى دول صح؟ احنا بنقصهم اهو مثلثات، اللي مش بيعرف مثلا يرسم او يقص على طول بيرسم الاول بالمسطره مثلث عادي. نجيب القماش كده، احنا دلوقتي هنعمل الزينه اللي بتتعلق في الحيطه. اوكي، وبعدين بقى ايه؟ شوفي نقص مثلا عليه او نرسم ونقص على حسب بقى قدره مثلا بقى كل واحد اللي متعود يقص على طول من غير ما يرسم، في اللي متعود بقى ايه يرسم الاول وبعدين، على حسب ما نعرف ايه، ايا كان طالما حاجه عاملينها بايدينا هتطلع حلوه جدا. نجيب مثلث ونقوم قصين عليه، نقصين عليه الزينه عشان تطلع مثلثة، تطلع مثلثة. اوكي اهو كده، وده ممكن نزينه بعد ما نخلص سواء ده او ده. دي القماشة دي اسمها جوخ، ده برضو بنعمل منه حاجات حلوة قوي، يعني الجوخ ده بيتعمل منه عرايس وحاجات حلوة جدا، بس استخدمناه في الزينة تغيير، يعني مش تغيير عن القماشة الخامية. بس ممكن نجيب بقى ده كده، نستعين بمسدس الشمع. وبنقيس كده على قد الطرف، ايوه، وبنقص. حلو قوي، خطوه خطوه، هو احنا معاكم علشان ايه ما تدخوش ولا اي خطوه تقع منكم، الموضوع سهل اهو، والكاميرا جايبه لكم اهي كل حاجه شايفين عشان تتعلموا، عشان هنستعين بيكم دلوقتي اهو. ادي اول واحده، ونقيس عليها بقى كله، نعمل نفس الطريقه بالزبط. صح، على حسب بقى الالوان. نعم، هتعملوا اشكال بقى كده، كل واحد يختار بقى الالوان اللي هو عايزها، البلابل والشراشيب اللي هو عايزها.
حلو قوي. وبعدين شريط الستان لسه كنت بتقولي عليه، الستان حابين لون ايه؟ امسكي بقى معايا كده اهو. ايوه ما انا لازم اساعد. امسكي بقى، خلي بالك انا بحب الحاجات دي قوي. شطوره، ارفعي بقى كده، ارفعي كده يا عبد الرحمن، ارفعي يا ريتاج. ايوه هنقول لكم دلوقتي كل واحد يحط ايه. اهو اوعي تتلسع يا ايه. طبعا انت ايدك مهريه. نغير بقى مثلا، ممكن واحده فيها شغل، ممكن واحده ساده. واحدة مثلا فيها شغل، واحدة سيدة، عشان ما تبقاش المسدس هنا. عايز بتتلسعي؟ لا أنا لازم أساعد. تمام حلو. أيوة ارفعي يا ريتاش، شاطر. أيوة بشويش لا تتلسعي. الله تمام. شكلها حلو قوي. في واحده تانية اهي. الله دي جميله قوي كمان. كل واحد يا جماعه عادي ممكن يعمل نزوق بقى براحتنا، على براحتكم. كل واحد وذوقه. بنحب الوان ايه؟ بنحب، في ناس بتحب الحاجه سيمبل قوي، ممكن ما تحطش عليها البلابل دي. ما بصوا كله، هو عايزينها سادة في سادة.